الجناب الاقليميه للبنيه البشريه، وشنو هي الاخرى من هذه المرحله الثالثه واللي بقات لها واحد 6 شهور وغادي تستالي باش ندخلوا ان شاء الله حصيله اللي فيها جميع ديال التدخلات ديال المبادره كنرسل انا كذلك هذه المناسبه لحضور هذا اللقاء الهام ولاقدم الشكر الخاص لاعضاء الكاتب العام اللي كنخدموا تحت الامره ديالهم وتحت التوجيهات ديالهم، وكذلك السيده الرئيسه ديال المجلس الاقليمي اللي ما كتبخلش علينا حتى هي كذلك للاقافي ولا جميع المتدخلين مصالح خارجيه. وكنشكر كذلك بهذه المناسبه الساده رؤساء الدوائر والبشاوات على المجهودات اللي تيقوموا بها حتى هما كذلك، واللي هما اللي عندهم الاطيران وهما اللي كيديروا التتبع معنا ديال المشاريع، واللي كيعطيونا كرؤساء لجان محليه للتنميه البشريه كيعطيونا الاقتراحات ديالهم، واللي كانت كتكون دائما الحمد لله كتكون هادفه وكتقيس الفئات المستهدفه. وكنشكر كذلك الطاقم اللي تيشتغل معنا، اخوان ديال قسم العمل الاجتماعي كما قال الكاتب العام مشكورا في حقهم، هو انهم كيشتغلوا لا هما ولا قسم تقني ولا قسم ديال الماليه، كنشتغلوا كاخوه هذه اونيكيب اللي الحمد لله كيمتاز بها هذا الاقليم. يعني ما كاينش تنافر، ما كاينش يعني شي اصطدام ما بين جميع الاقسام، وكذلك قسم العمل الاجتماعي قسم الجماعات المحليه كذلك اللي فين ما احتاجينا تيكون راه الاشاره ودائما كيقدم لنا العون يعني بكل صدر رحب. يعني الشكر كذلك موصول لجميع المصالح الخارجيه والصحافه والممثلين ديال المنابر الاعلاميه، وكذلك للناس ديال المجتمع المدني اللي تاهما كيساهموا معنا في البلوره ديال هاد الافكار وفي اننا نخرجوا هاد المشاريع لارض الواقع. اذا اليوم غادي نقدموا الحصيله ديال المبادره من 2019 حتى 2023. في البدايه المحاور ديال العرض غادي تكون في البدايه المقدمه اللي غادي نذكروا فيها شنو هي الاهداف من المبادره في هذه المرحله الثالثه وشنو هي البرامج اللي ولات في المرحله الثالثه بعجاله، كذلك الحصيله ديال البرامج الاربعه. البرنامج الاول اللي هو تدارك الخصائص على مستوى البنيه التحتيه والخدمات الاساسيه بالمجالات الترابيه الاقل تجهيزا. حصيله البرنامج الثاني كذلك اللي هو مواكبه الاشخاص بوضعيات هشاشه. والبرنامج الثالث اللي هو تحسين الدخل ودعم الادماج الاقتصادي للشباب. والبرنامج الرابع الدفع للراسمال البشري للاجيال الصاعده. اذا كما تعلمون بان المرحله الاولى والمرحله الثانيه كانوا فيها واحد المجموعه ديال البرامج، ومن بعد ما دخلنا للمرحله الثالثه احتفظت المرحله الثالثه بواحد جوج ديال البرامج اللي هو البرنامج الاول والبرنامج الثاني. بالنسبه للبرنامج الاول الهدف منه هو كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه من الربط هذا الربط بالماء الصالح للشرب، الربط بالكهرباء، فك العزله عن العالم القروي بانشاء طرق والمسالك، وكذلك ما يتعلق بالصحه والتعليم. بالنسبه للبرنامج الثاني كذلك اللي كان في المراحل السابقه واللي الى يطيروا كوندوي عاوتاني في هذه المرحله هذه هو مواكبه الاشخاص بوضعيات هشاشه. بالنسبه لهذا البرنامج غادي نشوفوا بان راه كيهتم بواحد 11 الفئه ديال الناس اللي في وضعيات هشاشه، غادي نشوفوا التفاصيل شكون هما هاد الفئات. بالنسبه للبرامج الجديده وكما ذكر السيد الكاتب العام مشكورا في الكلمه ديالو، هذه هي الجديد ديال المبادره في المرحله الثالثه واللي كتعنى بالراسمال البشري وبالتنميه ديال الطفوله منذ الازدياد ديال الطفل حتى كيوصل 18 عام وحتى كيفوت عاوتاني ما بين 18 عام و 45 سنه وكيولي عنده واحد المشروع اللي كنواكبوا فيه. اذا هذه باختصار مقدمه قبل ما ندوزوا للحصيله. الحصيله كما ذكر السيد الكاتب العام هي حصيله مشرفه واللي كتشرف هذا الاقليم بفضل التوجيهات ديال السيد العام والسيد الكاتب العام. يعني استطعنا وكذلك المساهمه ديال اللجنه الاقليميه والساده رؤساء الدوائر والبشاوات والساده رؤساء المصالح الخارجيه قدرنا نحققوا 460 مشروع خلال هذا الفتره، واللي فيها واحد المجموعه ديال
الحوايج اللي جات بهم المبادره في هذا الاقليم، يعني ان 460 مشروع اللي تنجز من اللي تبرمج من 2019 حتى 2023 بكلفه اجماليه ديال 218.49 مليون درهم، اللي هي 2.18 مليار. تنجز فيها 95% وبقات 5%، ديك 5% هي اللي ان شاء الله مننا الاخر ديال السنه، لان كتعلق بالطرق وكتعلق بالكهرباء، وهادو مشاريع اللي كيطلبوا واحد الوقت كبير في الانجاز ديالهم. يعني هاد 5% اللي بقات هي اللي دابا في طور الانجاز، وهي اللي غادي توجد مننا الاخر السنه ان شاء الله. بالنسبه للبرنامج الاول، هو اللي كيحتل الدرجه الاولى في التمويل من بين هاد البرامج الاربعه، واللي كيشكل 47% في التمويل. بالنسبه للبرامج كلها ما فيهاش المساهمه ديال الاطراف الاخرى، من ما عدا البرنامج التات هو اللي فيه المساهمه ديال حاملي المشاريع من الشباب، اللي كتكون المبادره 70% وحامل المشروع 10%. اذا ندوزو على كل برنامج على حده. بالنسبه للبرنامج الاول، تنجزات فيه 92 مشروع مبرمج بكلفه ديال 101.77 مليون درهم، تنجزت بنسبه 89%. وقلنا هذا هو البرنامج اللي كيتعلق بالبنيه التحتيه، واللي كطلب في البدايه كطلب بعدا واحد الوقت كتستغرق وقت كبير باش نديروا المساطر ديال الاعلان عن الصفقات وديال الدراسات، ومن بعد الصفقات ديال الاشغال. اذا كطول واحد الوقت غير في المسطره ديال اعلان الصفقات، وكذلك ملي كتبدا الاشغال كدوم بالنسبه للارقام ما بين تقريبا ما بين 12 شهر حتى 24 شهر، يعني كتستغرق شويه ديال الوقت. ورغم ذلك حققنا فيها تقريبا 90% ديال الانجاز خلال الربع السنوات الاخيره، وهذا الشيء اللي باقي راه غير البرمجه ديال 2022 اللي باقي فيها واحد النسبه ديال الانجاز. بالنسبه للبرنامج الثاني هو اللي تيعنى بفئه الهشه 11، دابا نشوفهم بكل تفصيل. بالنسبه لهذا البرنامج هذا تبرمجات فيه 29 مشروع، والكلفه الاجماليه هي 30.81 مليون درهم، واللي تنجزات بنسبه 79%. 79% لان فيها جوج ديال المراكز ديال التوحد يلاه عاد تبرمجوا، دابا راهم في طور الانجاز، وكذلك مركز للمسنين بمدينة تيفت. بالنسبة للبرنامج الثالث هو اللي كيعنى ثاني كذلك بالشباب حاملي أفكار المشاريع، هذا كانت فيه 143 مشروع مدير للداخل لفائدة الشباب، تنجزوا بنسبة 100%، وكذلك هناك خمسة ديال المشاريع اللي كتعلق بالتجهيز والتهيئة والبناء ديال منصات الشباب. يعني هادو مشاريع اخرى تتعلق بالبناء والتجهيز والتهيئه ودعم التسيير. بالنسبه للبرنامج الرابع، البرنامج الرابع هو الدفع بالراسمال البشري للاجيال الصاعده، تبرمجات 190 مشروع وانجزت بنسبه 99%. كتلاحظوا 190 مشروع راه ماشي سهله، وهذه هي اللي غادي نشوفوها بالتفصيل مع السيد المدير الاقليمي ديال التربيه الوطنيه، لانه هو اللي غادي يدير لنا الاحاطه باشنو وقعت المبادره في هذا البرنامج. يعني لي ترونسبور سكولير، المدارس ديال الوحدات ديال التعليم الاولي، والدعم المدرسي. نمر الى البرنامج الاول ونعرضوا بعجاله الاحصائيات ديال الانجازات اللي دارت على مستوى هذا البرنامج ديال تضامن الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا. هذا البرنامج هذا هو فيه بزاف ديال المصادر ديال التمويل، كما تعلمون هو هذا لو فولي إن دي اش اللي داخل في البرنامج ديال تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي. الشكل المتعلق بالتمويل ديال المبادرة هو هذا اللي غادي نتكلموا عليه، وكاين خمسة ديال القطاعات. بالنسبة للقطاع الأول اللي هو الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية، تم إنجاز 14 مشروع بكلفة ديال 50.06 مليون درهم، واللي استفدت منها باش نذكرو تالا الباك، اللي استفدت منها 189,660 مستفيد من هاد 14 دوار اللي فيها 61 كيلومتر اللي دات في هاد الأربع سنوات.
وكما ذكرت هذا غير التمويل فقط ديال المبادره، يعني لو فولي انداش كاين لو فولي اف دي ار وكاين عاوتاني التمويل ديال الجهه وكاين التمويل ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء وقطاع الكهرباء. اذا هنا فين كتلقى المبادره مع القطاعات الاخرى لا سيما فيما يتعلق بالتمويل. عندنا بالنسبه لقطاع الصحه انجز خلال هذه السنوات وهذه الفتره المرحله الثالثه 16 مشروع بكلفه ديال 6.08 مليون درهم واللي استفاد منها 31672 مستفيد. بالنسبه لقطاع الكهرباء القرويه تم برمجه 18 مشروع الكلفه الاجماليه ديالها 28.93 مليون درهم واستفادت منها 3335 مستفيد. بالنسبه لقطاع التعليم، قطاع التعليم 44 مشروع بكلفه اجماليه تقدر ب 16.90 مليون درهم واللي استفادت منها 3598. وكما ذكرت هذه النقطه اللي غادي نشوفوها بالتفصيل في المداخله ديال السيد المدير التقليمي للتربيه الوطنيه باش ما يكونش تداخل في هذا. بالنسبه لقطاع الماء، بالنسبه لقطاع الماء كما ذكرت قبيله كاينين بزاف ديال المصادر ديال التمويل. المبادره الوطنيه التنميه البشريه ما دخلاتش قطاع الماء بالنسبه للاقليم الخميسات، يعني حنا استفدنا وخدينا حصه الاسد بالنسبه للقطاعات الاخرين، بينما في قطاع الماء يعني حيت قطاع الماء كتكلف به الجهه تمويل مشترك ما بين الجهه وبين قطاع الماء. هادو غادي نشوفوهم مثلا ملي تكون حصيله ديال الاف دي ار ولا ديال 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 البرنامج ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه في الوسط القرار. اما اقليم خميسات ما استفدش في هذه النقطه، هذه استفدت اقاليم اخرى بينما استثناو هما عاوتاني في بعض القطاعات. حنا ما كناش معنيين بقطاع الماء خلال هذه الفتره ديال المرحله الثالثه. بالنسبه للبرنامج الثاني، البرنامج الثاني كنا تكلمنا على 11 فئه مستهدفه كتصنفوها ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول هو مساعدة الأشخاص المسنين والمرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فيها خمسة ديال الفئات، فيها الأشخاص المسنين المحتاجين. المسنين حنا كنعطيو الدعم لمركز المسنين اللي في البحراوي، وكذلك تنساهموا في التجهيز ديال ساهمنا في التهيئة ديال مركز المسنين اللي كاين في الخميسات، درنا ليه إعادة ديال التهيئة ودرنا ليه كذلك التجهيز ديالو وكنعطيوه الدعم سنويا. بالنسبه للاشخاص الذين يعانون من اعاقه بدون موارد، هنا بالنسبه للاقليم خميسات كاين المركز ديال بنو البيطار، نحن بصدد التهيئه ديالو اللي خصنا ليه في الاجتماع السابق 3 ديال مليون درهم باش دار ليه التهيئه، لان كان زارو سيدنا وخصنا بالتالي خصو واحد الرعايه خاصه. كذلك انه جهزناه باحدث التجهيزات وكنعطيو سنويا الدعم ديال التسيير. بالنسبه للمختلين عقليا هذه الفئه ما عندناش، حيت كاين سونتر ديال سميتو جهوي ديال المختلين عقليا، وبالتالي ما كانش علينا يعني اننا ندخلوا فيه ولا نديروا شي سونتر ديال المختلين عقليا. بالنسبه للمرضى القصور الكلوي بدون موارد، عندنا مركز ديال مرضى القصور الكلوي اللي تم الانجاز ديالو في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي تم التجهيز ديالو كذلك في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، واللي حاليا خصنا ليه مليون درهم باش نديرو ليه التهيئه ديالو، لان خدم واحد العدد ديال السنين وخصو حتى هو كذلك واحد الرعايه خاصه. بالنسبه للمرضى المصابين بداء فقدان المناعه المكتسبه، ما عندناش هذه الحالات، وبالتالي اذا كانت غتكون قليله وكتعرفوا بالنسبه لهذه الفئه هذه ما كيمشيوش يصرحوا يعني بشكل علني باش يمكننا نعرفوا ونحصلوا شحال من واحد باش يمكننا نديروا لهم ان سونتر. اذا بالنسبه لنا هذه كانت فئه غير مستهدفه على مستوى الاقليم الخميسات. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو حمايه الاطفال والشباب، اقليم الخميسات كذلك وبفضل من طبيعه الحال الاستشاره والمصادقه اللي على المشروع اللي دار ديال الاطفال المتخلى عنهم اللي هو في طور الانجاز حاليا واللي واصل واحد 30%، يعني استطاعت الخميسات كذلك انها هذه الفئه هي تكون ممتلئه عندها في الاقليم ودار لها حتى هي مركز
خاص واللي تخسر ليه اعتمادات كبيرة واللي جاب داك لو كومبلكس اللي غيكون لو كومبلكس سوسيال اللي كاين في حدا بن الوريطة. بالنسبة للفئة الثالثة هي دعم إعادة الإدماج السوسيو اقتصادي، كتهم أربعة ديال الفئات اللي هما المدمنون بدون موارد، هذا مازال ما درناش فيه شي تدخل. بالنسبة للمتسولون والمشردون، هادو في ديك الفترة ديال كوفيد كنا حاولنا نعطيهم الدعم وندير لهم الإيواء ولا بريزون شارج، يعني في المراكز ديال الرعاية الاجتماعية بالإقليم، لا على مستوى تيفنت ولا على مستوى الخميسات ولا على مستوى سيدي علاء الحلاوي. بالنسبة للسجناء السابقين، هادو راه تياخذوا معنا في إطار الاتفاقية اللي عندنا مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تياخذوا كذلك الدعم، واللي حنا السباق ماشي السباقين، حنا اللي حاليا وصلنا لأننا نلبيو طلبات ديال الناس اللي وصلوا دابا 2019 و 2020، في حين أن باقي أقاليم أخرين مازالين كيعطيو الدعم ديال 2016. بالنسبة للنساء في وضعية صعبة كما تعلمون، كاين عندنا هذا لو سونتر ديال النساء في وضعية صعبة، واللي كان يعني الاعتماد اللي تخصص ليه تقريبا 20 مليون درهم، واللي حاليا يعني راه البناء تم وتم الربط بالكهرباء والماء، ودارت التعاون الوطني كذلك داروا مجهود كبير انهم جهزوا احدى التجهيزات، واللي سوف يعرضوا على سميتو على السده العاليه بالله اذا كان ممكن باش يتم التدشين ديالو في عما قريب. إذن هادو الفئات 11 اللي كيعنيهم هذا البرنامج. بالنسبة للتدخل ديال المبادرة على مستوى الإقليم، هو كذلك هو الشكل التالي. بالنسبة لبناء وتجهيز مراكز الاستقبال، تم تجهيز وبناء 11 مشروع، إنجاز 11 مشروع، الكلفة الإجمالية ديالها هي 21.63 مليون درهم، واللي استفدت منها 680 مستفيد. بالنسبة لدعم سير مراكز الاستقبال كذلك 11 مشروع، الكلفة ديالو هي 11.18 مليون درهم، استفدت منها 680 مستفيد، وهنا التوزيع حسب السنوات. بالنسبة لتهيئة وصيانة مراكز الاستقبال، أربعة ديال المشاريع اللي الكلفة ديالهم 6 ديال مليون درهم، استفدت منهم 240 مستفيد. وبالنسبة للوحدات المتنقلة وسيارة الإسعاف، تم اقتناء أربعة ديال الوحدات بجوج ديال مليون درهم، واللي كان ليها دور مهم جدا في توزيع داك سميتو لو فاكسان ديال كوفيد، استفدت منها 117318 مستفيد. بالنسبة للبرنامج الثالث، هذا هو البرنامج اللي كيهم الفئة ديال الشباب. بالنسبة لإقليم خميسات، ما نعنيش بالمحور ديال التشغيل، لان مازال ما عندناش منصات ديال التشغيل على مستوى اقليم الخميسات، يعني لحد الان الدور اللي كتقوم به لانافيك يعني دور يعني مهم، يعني وبالنسبه كذلك لوي بي بي تي هما راهم يعني عندهم الصبغ في الميدان هذا. حنا بالنسبه لنا 30 عماله واقليم هما اللي تعطاهم دابا التوجيهات انهم يبداو فهاد المحور ديال التشغيل. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو دعم الحس المقاولات لدى الشباب، تم انجاز 144 مشروع بهذا الاقليم بكلفه ديال 19.36 مليون درهم، واستفدت منها لحد الان 510 ديال المستفيدين في التكوين وفي سميتو الاستفاده من المشاريع. بالنسبه للمحور الثالث والاخير اللي هو تحسين الدخل، هذا المحور هذا هو اللي كيهم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، اللي حاليا درنا الاعلان، كاينه الدراسه ديال سلاسل القيم وسلاسل الانتاج اللي التقرير ديالها وصلنا في 16/1/2023، وحاليا درنا الاعلان على اساس يجيو التعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي اللي بغاو يستافدوا من الدعم ديال 300,000 درهم من طرف المبادره، واللي كتوفر فيهم الشروط. راه حطوا 25 جمعيه تعاونيه اللي غادي تستافد. حاليا عندنا تخطات في المكاتب ديالنا 30 طالب، يعني غادي تجتمع اللجنه التقنيه، غادي تجتمع الاسبوع المقبل على اساس الدرس دوك 30 باش يتم الانتقاء
ديال واحد المجموعه اللي غادي تستافد. بالنسبه لمنصه الشباب، منصه الشباب كما تعلمون كنا خدامين غير بالمنصه المؤقته اللي تم التهيئه ديالها والتجهيز ديالها من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بهذا بدينا، لان كانت المنصه الجديده كانت في اطار البناء، والحمد لله واليوم عندنا زياره غادي نمشيو لها زياره رسميه اللي ولات واحد المنصه اللي يعني اللي ولات عندها واحد الاشعاع على المستوى الاقليمي والجهوي، واللي يعني ولات كتذكر بزاف ديال المنابر الجهويه. اذا هذا بالنسبه للمحور، بالنسبه للبرنامج الثالث. بالنسبه للبرنامج الرابع والاخير، البرنامج الرابع كذلك عنده علاقه وطيده بقطاع الصحه وقطاع التعليم. في المشاريع ديالو موزعه حسب المحاور على الشكل التالي: محور تنميه الطفوله المبكره، تم انجاز 36 مشروع بكلفه ديال 10.71 مليون درهم، واللي استفدت منها 181,281 مستفيد. بالنسبه للدعم التندرس ومحاربه الهدر المدرسي، هناك 75 مشروع بكلفه اجماليه ديال 17.51 مليون درهم، واللي استفدت منها 7,314 المستفيد، وهذا كذلك سوف يتطرق له السيد المدير الاقليمي كذلك بالتفصيل باش يعطينا الامباكت ديال التدخل ديال المبادره في هذا المحور. بالنسبه للمحور دعم التعليم الاولي بالوسط القروي، كنشتغلوا عليه مع المديريه الاقليميه والاكاديميه الجهويه للتربيه الوطنيه، على اساس اننا كنا كنديروا تكوين المربيات، ومع لاناطيك كذلك بفضل تاهما كذلك المواكبه اللي كيديروا للمربيات، على اساس انهم يكونوا في المستوى المطلوب. والحمد لله حنا وصلنا دابا غادي نشوفوها كذلك في الحصيله اللي قدمنا السيد المدير الاقليمي، وصلنا 114 الوحده ديال التعليم الاولي باقليم الخميسات، واللي هو رقم مشرف. والحمد لله ما عندناش مشكل ديال المربيات، كلشي كيتخلص كل شهر. وعندنا حاليا اللي هي عمليه 79 وحده للتعليم الاولي و35 اللي تبرمجات، راه هي في طور الانجاز باش نوصلوا ل 114 وحده على الصعيد الاقليمي. كلفات 31.57 مليون درهم، واللي كتستافد منها 1129 طفل و 84 مربيه. شكرا على انتباهكم. شكرا السيد رئيس قسم العمل. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.